سيدي محمد سعيد الحبوبي من التحق بالحوزة، التحق وهو كبير السن، يعني كان يعمل بالتجارة، والده تاجر وكذا، ثم توجه إلى الحوزة. والعلاقة المميزة مع السيد مهدي الحكيم والد السيد محسن الحكيم، أكو علاقة مميزة به. وإجا السيد مهدي وقال له أنا أريد توجهني وتدليني على أساتذة وكذا، وأحتاج إلى مربي. هنا أكو عبارة هاي سابقا كانت تداول في الحوزة، الأستاذ المربي كذا، أنه أكو ما يصطلح عليه الآن معروف في أوصان نسميه العرفان. هذه العرفان أكو عدة مدارس عرفانية، ولكن هذا أكو العرفان الأخلاقي اللي هو كان سيد مهدي الحكيم يعني من البارزين في هذا المجال. والسيد مهدي الحكيم وجه سيد محمد سعيد الحبوبي إلى المرزا حسين علي قولي راح قدس الله نفسه، وهذا صاحب مدرسة مميزة. فالسيد الحبوبي تتلمذ عنده وتتلمذ عند شيخ المرجع طبعا محمد طه نجف رحمة الله عليه. فسافر سيد مهدي وترك العراق وذهب إلى لبنان بعد طلب كان إنهم بضرورة تواجده لخدمة الحراك التبليغي وتوجيه إلى آخره هناك. سيد محسن الحكيم كان عمره سنتين من سافر والده، وتوفى والده السيد مهدي، والآن أكو مزار في لبنان موجود ولسيد مهدي لكثرة محبة الناس إلى هناك. بعمر 6 سنوات هو يتيم. سيد مهدي موصي سيد محمد سعيد الحبوبي على ابنه سيد محسن وعلى رعايته وكذا. فمن بدأ مرحلة الدراسة والتتلمذ، وإحنا نحكي عمر سيد محسن مع صدور فتوى الجهاد 26 سنة، كان من أبرز طلاب سيد محمد سعيد الحبوبي، يعني يعتبر الساعد الأيمن له. بل أكو يعني بعض الأمور اللي سيد محمد سعيد الحبوبي انتقد فيها لكثرة دعمه لسيد محسن، على سبيل المثال التاريخ واحد يذكرين وهي ما تلقاهم بالكتب عمي. زين إنه يجي الدرس يصعد يفترض الأستاذ يجلس على الكرسي ويعطي الدرس، والطلاب حلقة دار مدايرة يجلسون يستمعون الدرس. وهاي أنا سمعتها من المرحوم آية الله الشهيد سيد محمد رضا الحكيم عندي. فيجي قال سيد محسن أصعد أعطي الدرس، ويقعد هو يستمع له هيك. فانتقد سيد محمد سعيد الحبوبي، قال له ليش يطالب عندك هو يكون يعطي الدرس، يعطي الدرس وانت قاعد تسمع وهيك، يعني ما سووها سابقا، ما تليق باستاذ. وهاي قال انا متحملكم ومجاملكم، ما معناه انا مجاملكم والا لقلت في هذا الرجل ما لم يقله خيري. هذا غير شكل. أحسنت. لذلك يقال يعني أول المؤرخين ما بين السيد الحبوب والسيد محسن الحكيم يعني كان ثبات في ساحات الجهاد رغم انكسار العثمانيين، لكن في الميدان باقين وصامدين. الحجم العلاقة واللي هي لا زالت إلى يومنا الحالي، يعني ذرية السيد الحبوبي مع أبناء الإمام السيد محسن الحكيم لا زالت قائمة، ظلت هاي العلاقة مميزة جداً. وأكمل لك، بعد ما صدرت فتوى الجهاد بعد سيد محسن الحكيم يعني حال الباقين يعني ملزم بالجهاد وتوجهوا. سيد محمد سعيد الحبوب اعتمد عليه كثيرا في أنه يكون المسؤول عن الملف اللوجستي باصطلاحنا اليوم، هذه من حركة الأموال، من حركة الملف الإداري، من الختم، ختم الخاص بيده. وتدرون يعني ختم السيد محمد سعيد الحبوبي معناه يقر ويعترف به من السلطة العثمانية أنه هذا يمضي إلى الدرجة زعيم طائف. فمن نزلوا إلى ساحة المعركة وبدأ التحشيد والحراك وإلى آخره. ذكرتني بقصة جميلة ما أذكرها للتاريخ، هذا الوقت يسمع أنا من يسمح بكل تأكيد نسمع. سيد محسن الحكيم تدري هو يعني حارز الأموال يمه، والسيد محمد سعيد الحبوبي هو ينطي التوجيهات وينفذ. سيد محسن الحكيم شاب 26 سنة، طبيعي أنت تحتاج يعني عفوا حصان حتى حركتك، لأنه سيد محمد سعيد الحبوبي غرفة العمليات اللي يتقيمها السلطة القوى العثمانية طلب حضور ممثل عن المجاهدين،
سيدي محمد سعيد الحبوبي بعلمه بوضعه بمكانته ما يناسبه هو يروح يحضر، فمنه كان يرسل الإمام سيد محسن الحكيم يدز ممثل عنه يروح يحضر. هاي فهاي مسافة يطلع من قاعدة المجاهدين إلى روح القاعدة العثمانية وكذا، يحتاج حصان، هذه ما رضى يشتري حصان. هاي ليش؟ يا بشتري حصان أنت تحتاجه؟ قال لا، لأنه أنا بس أطلب من أي واحد من المجاهدين يعطيني، وبالفعل كان يطلب. طيب. ما يخلونا أشتري بأموالي. فأنا ليش أشتري من هاي الأموال؟ أكو لها أولى، موارد صرف أولى، كذا، هذا الحصان. إلى جت اللحظة، وهي اللحظة مهمة، انتشر خبر أنه يابا البريطانيين هجموا على القاعدة العثمانية، الجيش العثماني، وأبيد الجيش العثماني، معنى انكشف ظهر المجاهدين. فانكشف ظهر المجاهدين، وضع أربك بعد صارت كل من يا روحي، يعني بعد فعلا. لأنه انهزام بعد موضوع مثلا مدفعية، موضوع كذا، المجاهدين ما عندهم مدافع ولا عندهم مدافع رشاشة، ذولا يستخدمون مدفعية ذولا، فظهرهم انكشف، يصير الوضع كلش مقلق وخطر أمام هذا الموضوع. فأربكت الوضع، وبعد الحصان يعني يصير ماكو عز، عبارة عن روح الآن لأنه أمام هذا الوضع. فارتبكوا الكل، سيد محسن كان في تمام الثبات، فطلب حصان، طوني حصان حتى أروح للقاعدة العثمانية أشوف فعلا انجليز سيطروا عليهم او لا، او افتهم من الموضوع. فواحد يباوع الثاني، من يعطي حصانه بهيك لحظه رحمه الله عليه، الله يرحمه برحمته الواسعه، شيخ رحوم الظالمي. شيخ رحوم الظالمي شال حصانه طاح سيد محسن. وقتها راسا عوتبه، قال له لشيخ رحوم الظالمي، قال له شيخ رحوم، هذا الحصان هسا حياة روح، هو ينقلك هذا. قال حياة هذا السيد أهم من حياتي، هذا السيد سوف يملك العراق. وكان أول تنبؤ يصدر من شخص رحمة الله عليه هاي، وبالفعل أخذ سيد محسن الحصان وتوجه، ولقى بالفعل صاير هجوم، ولكن القاعدة العثمانية كانت صامدة، والقائد العثماني كان مجروح مصاب، وطمئن على الوضع ونرجع، نقل البشارة إلى المجاهدين إن الوضع لا زال صامد وكذا وهيجي. وهاي هذا النموذج من الأمانة والصمود، إخلاص المجاهدين، هاي الروح الإخلاص بيهم، إنه هذا يمثل المرجعية، هذا العالم، هذا الأخلاق، تقديسهم، حبهم، هذه مو شغلة سهلة.